نعمل save as third save نسمى الصفحة third. طبعا اللي في النص هذا كله بدنا نشيله عشان اضيف كود جديد تتعرف على دالة اسمها feed in. برضه هذا مش هيلزمني في الفيد ان في داخل كود الجي كويري او في البدايه الواحد يبدا بالبادي تبع ال HTML بادي الصفحه في البادي بدي اكتب كود اللي هو عباره عن اتش واحد بعمل سيلكتور وبسميه كلاس. الكلاس هذا عبارة عن تيست كسلكتور. طبعا ايش بتعرض في الصفحة؟ بتعرض في الصفحة نص وليكن طلاب شبكات الحاسوب والإنترنت. H1 طبعا نسكر. بدي أضيف تأثير الفيد إن على النص فبدي اكتب كود بالجي كويري. جي كويري عندي شرط الدولار واسم السلكتور دوت تيست دوت فيد فيد ان. هيكون في عندي تأثير هعطيه زمن 6 ثواني عشان يظهر النص طلاب شبكات الحاسوب والإنترنت بشكل متدرج. ننفذ المفروض طلاب شبكات الحاسوب يختفي لكن بتدرج يعمل فيد ان. انا مشتغلش انا بدي اضيف سي اس اس ستايل. بدي اضيف ستايل كود سي اس اس دوت تيست. طبعا لازم نرجعها تاني كلاس مش اي بي دوت. كلاس دوت تيست بس بدك تحط بطل النقطة هاش دوت تيست كلر اختار اللون بعدين ديسبلاي نان. في الاول بخفي النص وفاد ان تظهر لي اياه بالطريقة اللي حنشوفها الان. انا المفروض خفيته حيظهر لي شايف حيظهر لي بعد ثانيتين. نزيد
بدل 3 ثواني نخليها 6 ثواني وننفذ. لاحظ تظهر عندي، هذا يسموه فيد ان. النص كان خفي وظهر بشكل بطيء.